بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بلقائنا الأول بدورة تطبيقات الماتلاب في المجال الهندسي. رح نتعرف اليوم بإذن الله على الأمور الأساسية للتحليل العددي اللي بتعتبر أساس بيتم الاعتماد عليه بتحليل أنظمة التحكم وتحليل دارات كهربائية وتحليل مختلف الأنظمة الهندسية. راح نشوف كيف ممكن نتعامل مع كثيرات الحدود، كيف ممكن نتعامل مع التوابع بشكل عام، سواء كثيرات الحدود أو التوابع الأسرية اللوغاريتمية أو أي تابع. وبالجزء الأخير بشكل سريع راح نسلط الضوء على حل المعادلات التفاضلية. أفكار سريعة راح نحاول نغطيها، وراح نشوف كيف ممكن نوصل لشرح تفصيلي عن لكل تابع من التوابع الخاصة بالتحليل العددي بالماتلاب. بداية راح نتعرف على كثيرات الحدود. لو أردت تعريف كثير حدود من الدرجة الرابعة من الشكل x للأس 4 زائد x مربع زائد 2. كثير الحدود المبين بيتم تعريفه على شكل مصفوفة. لو فرضت اسم المصفوفة A، راح يكون عندي عناصر المصفوفة راح تمثل أمثال، راح تكون هي أمثال كل درجة من درجة كثير الحدود. فالقيمة الأولى راح تكون أعلى قيمة لكثير الحدود، أعلى أمثال يعني أمثال أعلى قيمة لكثير الحدود، فهي x للأس 4 مثل ما شايفين هي 1. القيمة x للأس 3 أمثال 0. القيمة x مربع أمثال 1. القيمة x أمثال 0. آخر قيمة عندي 2. مثل ما شايفين تم تعريف مصفوفة A على أن مصفوفة value قيمها 1 0 1 0 2، أصغر قيمة فيها المينيموم 0 والماكسيموم 2. لو أردت أصغر قيمة مينيموم A رح يعطيني أصغر قيمة، لو أردت أعلى قيمة رح يعطيني أعلى قيمة بالمصفوفة. هلا هي المصفوفة رح تمثل كثير حدود من الدرجة الرابعة من الشكل x للأس 4 زائد x مربع زائد 2. لو أردت إيجاد جذور هذا التابع، طبعا هذا التابع تابع من الدرجة الرابعة له 4 جذور. لو أردت إيجاده عندي التابع روتس. خلونا نشوف كيف ممكن ابحث عن آلية التعامل مع التابع روتس. يعني لو كنت انا عارفان انه التابع روتس مهمته ايجاد جذور تابع من درجة x، فكيف ممكن اوصل لشرح هذا التابع؟ من خلال كتابة هيلب روتس، او من خلال راح يعطيني مباشرة روتس فايند بولينوميال روتس compute the roots of the إلى آخره. لو أردت بطريقة تانية شوف أمثلة وشرح أكبر، راح أكتب document اختصار document doc راح يعطيني شرح تفصيلي للتابع roots. مثل ما شايفين ممكن التعامل بنفس الطريقة تابع بالمستوي اللابلاسي إيجاد شذور. طب خلونا نشوف كيف ممكن نتعامل مع هذا التابع بالنسبة للمصفوفة اللي عندنا. روتس A راح يعطيني مباشرة جذور كثير الحدود الممثل بالمصفوفة A. بنلاحظ عندي جذور عقدية، تم إسناد الجذور لمتحول أنسر. لو أردت إسناده بنفس الطريقة لمتحول تاني يمكن أكتب F تساوي روتس A، راح أحصل على نفس النتيجة لمتحول variable f.
بطريقة معاكسة بإمكاني استنتج، يعني بإمكاني أرجع أحصل على قيم التابع اللي بيمثل يلي جذوره هي الإف من خلال كتابة بولي إف. التابع بولي بشكل معاكس رح يعطيني قيم أو هيعطيني مصفوفة بتمثل كثير الحدود اللي له قيم اللي جذور هي ممثلة بالمصفوفة F. مثل ما شايفين حصلت على نفس التابع. بعض الأحيان ممكن أحصل على تابع مختلف عن أحصل على تابع غير التابع الأساسي اللي قمت بإدخاله أول شيء. بالواقع راح احصل التابع اللي راح احصل عليه راح تكون القيم مختلفة صحيح، بس راح تكون مضروبة بعامل، يعني مثلا كافة القيم مضروبة برقم او مقسمة على رقم. على سبيل المثال لو اخذت كثير حدود من الدرجة الثانية سميته، وهون ما راح يتم تنفيذه، اكس مربع زائد اكس زائد 6. لو اردت ايجاد كثير الحدود المبين راح يعطيني الجذور المبينة. التابع بولي راح يرجع يعطيني كثير الحدود مصفوفة الممثلة لكثير الحدود. لو أخذت كمان مثال ثالث راح أحط قيم لأمثال تابع، فعندي المصفوفة دي راح تمثل 2 9 6. فلو أردت إيجاد الجذور روت دي بشكل معاكس بولي انسر راح احصل على كثير الحدود. لو لاحظنا على المصفوفة الممثلة لكثير الحدود، لو لاحظنا التابع 2 9 6، المصفوفة اللي اعطاني اياها التابع بولي 1 4.5 3. بنلاحظ انه تم تقسيم كافة عناصر الامثال كافة عناصر المصفوفة على القيمة 2، وبالتالي حصلت على كثير حدود مشابه لكثير الحدود الاصل، يعني جذوره راح تكون نفسها. كمان بامكاننا بنفس باستفادة من مجموعة من التوابع ايجاد العمليات المختلفة على كثيرات الحدود اللي هي الجمع والطرح، التقسيم والضرب، بالإضافة لعمليات الاشتقاق والتكامل وإيجاد كثير الحدود الملائم. طيب خلونا نشوف كيف ممكن نتعامل مع كثيرات الحدود، مع العمليات الرياضية على كثيرات الحدود. عندي لو حاليا عندي كثير الحدود من الدرجة الرابعة الممثل المصفوفة ب، عندي كثير الحدود من الدرجة الثانية أو الثالثة الممثل بالمصفوفة ب 5 0 أو 5 4 0 4. المصفوفة A راح تمثل كثير الحدود الأول، المصفوفة B راح تمثل كثير الحدود الثاني. هلا طبعا بإمكاني أعمل العمليات الرياضية المختلفة على المصفوفات الممثلة لكثيرات الحدود، فممكن الجمع A زائد B راح يعطيني undefined، لا عفوا راح يعطيني error using plus matrix dimension must be agree.
بنلاحظ أحد شروط جمع كثيرين حدود أن يكونوا من نفس الدرجة، وبالتالي عند جمع كثيرات الحدود غير يعني بشكل غير صحيح علميا فرح يعطي خطأ، مثل هم شايفين ماتريكس دايمنشنز ماست بي أجري، أنه لازم تكون أبعاد المصفوفتين متساوية. بإمكاني أعدل على المصفوفة ب وهلا احط له سي تساوي اي زائد بي، هل اعطاني النتيجه؟ صار عندي كثيرين حدود، الكثير الحدود الاول اي، كثير الحدود الثاني بي. الاي بتمثل كثير الحدود الاول من الدرجه الرابعه، البي بعد ما تم تعديلها صارت بتمثل كثير الحدود من الدرجه الرابعه، السي هي اي زائد بي، وبالتالي حصلت على كثير حدود كمان من الدرجه الرابعه، هو عباره عن جمع كثيرين حدود من الدرجة الرابعة. ممكن بنفس الطريقة بإيجاد طرح كثيرين حدود، كثيري الحدود A و B، راح أحصل على كثير حدود كمان من الدرجة الرابعة ممثل بالمصفوفة المبينة. هلا من أجل إيجاد جداء كثير حدود نستفيد من التابع كونف. لو كتبت هيلب كونف راح يعطيني شرح تفصيل لهذا التابع، مثل ما شايفين رح يعطيني مثال للتابع بالإضافة للخيارات الـ A كثير الحدود الأول، B كثير الحدود الثاني، الشيب رح تكون أحد خيارات فول أو سيم أو فاليد، وهم رح نشوف شرح كل حالة. التابع دي كوم لاحظ ممكن يكون عاطيني بآخر الشرح التوابع اللي لها علاقة بنفس التابع، مثل ما شايفين كمان in the single processing toolbox Xcore وكونف ام تي اكس توابع موجودة بالتول بوكس الخاص بمعالجة الإشارة يلي إلها علاقة بهذا التابع. عندي التابع دي كونف سي ألسو دي كونف بشكل معاكس ممكن يعطيني نتيجة تقسيم كثيري حدود، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار للشروط جداء و شروط جداء وتقسيم كثيري حدود. رح ارجع اعمل كلير لكل شيء بالذاكرة و كلير كوماند ويندو وكلير ورك سبيس، وراح ارجع اعرف تابع من الدرجة الثانية او من الدرجة الثانية من الشكل 5 اكس تربيع زائد اكس زائد 10، وراح اعبر عن هذا التابع بالمصفوفة A 5 1 10. لإيجاد تكامل هذا التابع اللي راح يكون عبارة عن تابع من الدرجة الثالثة، بإمكاني استعين بمجموعة من بالتابع بولي انت أو عندي تابعين البولي دار، خلوني أعمل هيل بولي دار تمام، عندي التابعين البولي انت والتابع بولي دار، وظيفة هدول التابعين ايجاد مشتق وتكامل كثير حدود. التابعين المذكورين بيتعاملوا مع كثيرات الحدود، فلو اردت ايجاد تكامل التابع من الدرجة الثانية اللي راح يكون عبارة عن تابع من الدرجة الثالثة، بيكفي اني اكتب بولي دار واحط بجسم التابع المصفوفة اللي بدي اوجد تكاملها. ببعض الاحيان بنلاحظ حصلت عفوا البوليدر راح تعطيني المشتق، بنلاحظ حصلت على مشتق التابع. ببعض الاحيان بامكاني اوجد من المشتق من الدرجة الثانية، المشتق من الدرجة الثالثة، المشتق من الدرجة الثانية، المشتق من الدرجة الثالثة، أو هون لو رجعت للهيل راح لاحظ
return عندي التابع بوليدار document بوليدار. خلينا نشوف شرح تفصيلي أكثر للتابع بوليدار. مثل ما شايفين السينتاكس أو الصيغة، عندي أحد 3 صيغ للتابع بوليدار. الصيغة الأولى إيجاد مشتق لتابع المصفوفة ب اللي بتمثل كثير حدود. الصيغة الثانية مثل ما شايفين هون عندي شرح the operand A and B are vector whose elements are coefficient of polynomial descent power. الصيغة الثانية راح ترجع مثل ما شفنا المشتق من الدرجة الثانية. فلو رجعت للA مثل ما شايفين كثير حدود من الدرجة الثانية، البوليدار الA الأولى راح أحصل على كثير حدود من الدرجة الأولى، وبوليدار الأنث راح أحصل على كثير حدود، أو ما عاد عندي كثير حدود، صار عندي قيمة ثابتة. لو حطيت A فاصل 2 راح أحصل، بنلاحظ كثير الحدود اللي حصلت عليه بالحالة الأولى 10 1، بالحالة الثانية البوليدار نفس الحالة، عندي هون الديفولت 1، هون عندي الديفولت صار 2. فممكن لو حطيت 3 راح نلاحظ راح تطلع عندي القيمة مضروبة بقيمة، هي القيمة اللي عندي. تفاصيل أكثر عن نفس التابع من خلال كتابة document بوليدار راح أشوف كافة تفاصيل. طبعا في استخدام تاني للتابع بوليدار هو المبين بالصيغة الثالثة، يمكنكم تطلعوا عليه. بشكل معاكس لو كان عندي، لو أردت إيجاد تكامل التابع من الدرجة الثانية بولي إنت، بنلاحظ راح يعطيني تكامل التابع من أجل قيمة حصلت على تابع من الدرجة الرابعة بيمثل تكامل التابع كثير الحدود A. وبنفس الطريقة بإمكاني استخدم التابع int، مع الأخذ بعين الاعتبار لأنه التابع int راح يتعامل مع عناصر من نوع symbolic مثل ما راح نشوف. لو حطيته help seems seems shortcut for constructing symbolic variable. هلا بنشوف كيف ممكن نتعامل مع هاي التوابع. رح ناخذ مثال سريع لرسم كثير حدود مع مشتقه. رح ناخذ مثال سريع على رسم كثير حدود مع المشتق، بس قبل مع مشتقه، بس قبل ما ناخذ هالمثال خلونا نرجع بشكل سريع للبلوجر نشوف التوابع الرياضية.
مثل ما شفنا هاي الصفحة الثانية، كثيرات الحدود مثل ما شفنا كيف كثيرات الحدود، مثل ما شفنا كيفية التعامل مع كثيرات الحدود، كيفية تعريف كثير حدود كمصفوفة، إيجاد الجذور من خلال التابع روت بشكل معاكس، إيجاد الكثير الحدود من خلال التابع بولي، التابع روت والتابع بولي، حساب قيمة كثير الحدود باستخدام التابع بولي فال أو باستخدام السابز والسيمز مثل ما راح نشوف هلا، اشتقاق كثيرات الحدود التابع بوليدار، تكامل كثيرات الحدود من خلال التابع بولي ان، كله هذا مثل ما شفناه هون. خلونا هلا نرجع نتابع. لو احنا ناخذ مثال ايجاد او رسم تغيرات كثير الحدود جي 2 مكعب زائد 5 مربع اكس مربع زائد ناقص 6 اكس ناقص 5 بمجال لاكس من اكس تساوي من الناقص 5 بخطوة صفر فاصل صفر واحد للخمسة. راح مثل كثير الحدود بالمصفوفة جي 2 5 ناقص 6 ناقص 5 مجال اكس ناقص 5 بخطوة 1% للخمسة، المصفوفة جي 2 5 ناقص 6 ناقص 5 راح تمثل كثير الحدود من الدرجة الثالثة. من اجل ايجاد الوسط عندي دي اكس تساوي البوليدار اللي هو تابع الاشتقاق للمصفوفة للجي، المصفوفة الممثلة لكثير الحدود، صار عندي كثير الحدود مجال الرسم او مجال القيم بالاضافة لمشتق كثير الحدود. طبعا بنلاحظ اذا حطيت الدي اكس راح احصل على مصفوفة، هي المصفوفة بتمثل تابع من الدرجة الثانية، 6 اكس مربع زائد 10 اكس ناقص 6. من اجل الرسم بلوت عندي اول شي رسم كثير الحدود، والخطوة الثانية رسم مشتق كثير الحدود بولي فال، الخطوة الأولى إيجاد مشتق رسم كثير الحدود مع رسم كثير الحدود مع مشتق كثير الحدود اكس بوليفال، التابع بوليفال بإيجاد قيمة التابع، إيجاد قيمة التابع جي عن كل قيمة لإكس. شكل نوع أو نوع الرسم باللون الأحمر شكل نجمة خط مستمر. كمان بنفس الطريقة بوليفال المشتق اللي هو الدي اكس، كمان حساب قيم عن كل قيمة الاكس، ايجاد قيمة التابع او كثير الحدود الممثل لدي اكس عن كل قيمة لاكس، ونوع الرسم خط مستمر بشكل دوائر من لون جرين.
نلاحظ شكل الرسم المنحني اللي باللون الأحمر راح يمثل كثير الحدود من الدرجة الثالثة، المنحني من اللون الأخضر راح يمثل كثير الحدود من الدرجة الثانية اللي هو المشتق. طيب لاحظوا نتيجة الدقة العالية للنقاط متقاربة جدا من بعضها، فلو جعلت اكس مجال اكس نص ورجعت نفذت البلوت، بنلاحظ الرسم راح يصير أقل دقة، الدقة صارت أقل، نقاط الرسم هي النقاط الممثلة بالدوائر اللي حتمثل النقاط المميزة اللي تم حساب النقاط عندها. لاحظوا عندي ما يعادل 10 قيم، من الناقص 5 للصفر عندي 10 قيم، ومن الصفر للخمسة عندي كمان 10 قيم، تقريبا 20 قيمة يلي تم رسم كثير الحدود عندهم. وبالتالي هلا شفنا كيف ممكن نتعامل مع التابع بوليفر لإيجاد قيمة كثير حدود، وشفنا كيف ممكن نتعامل مع التابع بوليدر لإيجاد مشتق كثير حدود طبعا، وبنفس الطريقة ممكن نتعامل مع التابع بولي انت لإيجاد تكامل كثير حدود. بولي ان جي راح احصل على بولي ان جي، صار عندي هلا الدي اكس راح تمثل تكامل بدل المشتق، راح ارجع رجعتك بوليدر التابع جي تمام، رجعتها هي الدي اكس بتمثل مشتق، راح اعرف اي اكس تساوي بولي انت للتابع جي، صار عندي المشتق والتكامل. لو اردت هلا الرسم البولي انت رسم التكامل مع التابع الاصلي، بنلاحظ حصلت هلا على رسم تغيرات كثير الحدود مع تكامله، يعني صار عندي كثير حدود من الدرجه الثالثه او الرابعه، من الدرجه الثالثه تكامله من الدرجه الرابعه، المنحني باللون الاخضر راح يمثل او المنحني باللون الاحمر راح يمثل كثير الحدود، المنحني باللون الاخضر راح يمثل تكامل كثير الحدود. طيب لو أردت رسم كثير الحدود مع تكامله مع مشتقه كمان بنفس الطريقة، بولي دار عفوا بولي فال الجي اكس اللي هو الدي اكس اللي هو اللي هو المشتق راح اخليه باللون الأسود بلاك، خط مستمر نقاط مميزة نجمة. حصلت على 3 منحنيات، المنحني الأحمر راح يمثل كثير الحدود، المنحني الأخضر راح يمثل تكامل كثير الحدود، والمنحني الأسود راح يمثل مشتق كثير الحدود. هي مثال بسيط شفنا كيف ممكن اتعامل مع كثيرات الحدود، كيف ممكن احسب قيم كثير الحدود، احسب قيم كثير الحدود عند قيم معينه للمتغير الفاريبل اكس، كيف ممكن اوجد مشتق وتكامل كثير حدود. خلونا هلا نتعامل مع التوابع بشكل عام مع المتغيرات من نوع سيمبوليك او المتغيرات الرمزيه. لو كان عندي تابع من الشكل f x y تساوي x نجمة y زائد x مربع زائد y زائد 5، كيف ممكن اتعامل مع هذا التابع؟ للتعامل مع هذا النوع من التوابع راح اعرف متغير من نوع سيمبوليك x و y، عندي x و y متغيرين من نوع سيمبوليك طبعا، بحال السيمبوليك بيتم الحصول عليها من خلال المكتبة الخاصة بالتوابع الرياضية الخاصة بالعمليات الرياضية. بحال المكتبة ما كانت متوفرة بشكل كامل أثناء تنصيب نسخة الماتلاب، ما تم تنصيب هاي المكتبة، فعند استدعاء
هذا التابع وتعريف الاكس والواي على انهم سيمبوليك فاريبل رح يعطي التابع خطأ. سيمبوليك فاريبل من اكس واي. هلا مباشرة بإمكاني اكتب اكس نجمة واي زائد اكس للتربيع زائد واي زائد 5. بإمكاني من خلال تابع بريتي شوف التابع اكس مربع زائد واي باكس زائد واي زائد 5. عندي مجموعة من التوابع رح تسمح لي اتعامل مع هذا النوع من من الكائنات او من الفاريبلز المتغيرات. اول تابع لايجاد المشتق هو التابع ديف. لو كتبت هيلب ديف راح يعطيني شرح تفصيلي للتابع كيفية التعامل معه مع مثال بسيط. فلو رجعنا لكثير الحدود اللي عندنا واردنا ايجاد مشتق كثير الحدود بالنسبة اف بالنسبة ل x مباشرة تم ايجاد المشتق 2x زائد y. ال y زائد 5 تعتبر ثابت مشتقة صفر لانه المشتق بالنسبة ل x وبالتالي الانسر راح يكون 2x زائد y. اما لو اردت ايجاد المشتق بالنسبة ل y بنفس الطريقة ال x مربع هي ثابت المشتق ال y ب x بالنسبة ل y هي x الواي مشتقة واحد والخمسة ثابت كونستانت رح يكون مشتقه صفر. بشكل معاكس بإمكاني أوجد التكامل مثل ما شايفين حصلت على تكامل التابع المبين اللي هو التابع F. اللي هو التابع المبين حصلت على تكامله من خلال التابع int حصلت على مشتقه من خلال التابع div. بنفس الطريقة عندي إمكانية لأتعامل مع مختلف أنواع التوابع. فبإمكاني أتعامل مع التابع من شكل من الشكل التابع الجيب أو الساين x نجمة y. لاحظوا لو حطيت نجمة y نجمة z على سبيل المثال راح يعطيني خطأ undefined function or variable z. ال gx sin x by ممكن ايجاد المشتق بالنسبة ال gx بالنسبة ل y ممكن بنفس الطريقة ايجاد المشتق بالنسبة ل x. بنلاحظ التابع gx 2 sin x بي واي مشتق التابع 2 x كوساين x بي واي تكامل التابع 2 y كوساين x بي واي. طبعا كمان مثل ما شفنا بامكاننا نتعامل مع المشتقات الجزئيه من خلال اليعقوبي وشفنا كيف ممكن نتعامل مع هذا التابع ووضحنا هذا الشيء بمثال. ممكن كمان نتعامل مع حل المعادلات. عندي التابعين التابع سولف والتابع دي سولف رح يسمحوا لي اتعامل استفيد منهم لحل معادلات تفاضلية لحل معادلة التابع دي سولف لحل معادلات تفاضلية والتابع سولف لحل معادلات مثل على سبيل المثال لو كان عندي معادلة من الدرجة الثانية من الشكل A رح افرض قيمة الـ A 4 x مربع زائد ب راح افرض ان الامثال الدرجة الاولى قيمتها 6 زائد سي راح افرض انها 5. هذا الشكل العام سولف للمعادلة المبينة مباشرة راح يعطيني قيمة الجذرين هي المعادلة 4 اكس مربع زائد 6 اكس زائد 5 بالشكل المبين. وبالتالي هذا الشيء راح يوفر امكان تعريف المصفوفة ككثير حدود وطبعا تبعا لمتطلبات النظام اللي عم طبقه راح يكون عندي راح يتم اختيار التوابع اللي بدي اتعامل معه. يعني مثلا حل معادله من الدرجه الثانيه بامكاني باربع او خمس طرق اوجد لا احصل على جذور بس تبعا للطريقه او تبعا للنظام اللي عم حلله وطبعا لمتطلبات
العمل راح يتم اختيار التابع المناسب للقيام بذلك. خلونا نشوف كيف ممكن نتعامل مع الأقواس وكثيرات وتجميع المعاملات للتوابع المختلفة. عندي التابع collect والتابع expand. help collect وظيفة هذا التابع تجميع التوابع للحصول على أفضل صيغة. طيب خلونا ناخذ مثال نشوف شو يعني هذا الكلام. لو كان عندي تابع لإيش؟ عفوا كلير سيمز اكس، لو كان عندي تابع من الشكل اكس زائد 5 ب اكس ناقص 6 زائد اكس ناقص 5 نجمة اكس زائد 4 بإكس ناقص 1 للتربيع، وبدي أحصل على الأبسط صيغة بتمثل هذا التابع من خلال التابع collect. عندي إمكانية للكتابة بالشكل المبين، راح أحصل مباشرة هون error unbalanced or unexpected bracket. تمام، عندي مشكلة بالتابع فلازم اختار تابع ممكن انه احصل على صيغة مختصرة له، فراح اخذ 1 ناقص 2 ناقص 2 4 تمام. يمكن تمام كان عندي مشكلة. تمام كان عندي قوس زائد هون، وبالتالي حصلت على أفضل قيمة أو الشكل المختصر للتابع اللي بيمثل ما هو المبين أمامنا إكس ضرب إكس، أعطاني إكس مربع وإكس ضرب إكس ضرب إكس. عندي الإكس الأخيرة للتربيع هي إكس مربع، وبالتالي أعلى قيمة لكثير الحدود هي من الدرجة الرابعة. طبعا كمان من خلال التابع اكسباند بإمكاني اتعامل مع وبسط كثيرات الحدود او التوابع بأي شكل، مو بس كثيرات الحدود. بإمكاني خصص لاحظوا الكوليكت هون عندي فقط لمتغير واحد هو اكس، لو كان عندي لمتغيرين اكس وواي سيمز اكس واي. لو اخذت مثال التابع اكس زائد 1 ضرب اكس زائد 5 ضرب واي التكعيب زائد اكس للتربيع، وأردت إيجاد أبسط صيغة لهذا التابع بالنسبة لأحد المتغيرات collect، أحدد بالنسبة للمتغير y أو بالنسبة للمتغير x.
بنلاحظ اعطاني افضل صيغة بالنسبة لواي بالحالة الاولى، بالحالة الثانية اعطاني افضل صيغة بالنسبة ل اكس. وبإمكاننا نطلع على تفاصيل أكثر للتابع كولكت من خلال كتابة document collect، راح يطلع لي شرح تفصيلي للتابع. طبعا عندي توابع مثل ما شايفين لها علاقة أو مشابهة للتابع collect، مثل التابع expand، التابع factor، أو التابع simplify. لو شفنا تابع expand ممكن أحصل نفذ نفس تقريبا نفس الوظائف مع وظائف مختلفة، بعض الوظائف المختلفة. التابع simplify كمان ممكن نفذ نفس الأمور مع وظائف مختلفة للتابع. بنفس الطريقة بإمكاني أتعامل مع التابع expand. راح أخذ مثال سريع، عندي الـ X والـ Y، ممكن نفس اللي نفذناه آخر شيء expand. تمام، هون محدد بالنسبة لـ X. لو خلوني أرجع أعرف الـ X Y X. تمام، راح أخذ مثال بسيط كوساين. كوساين اكس زائد واي، طبعا اكس زائد واي هي مع يعني هي صيغة شهيرة لتابع الكوساين. ممكن ببساطة احصل على صيغة مباشرة لها، فلو حطيت كتبت اكسباند كوساين اكس زائد واي، راح احصل مباشرة على الصيغة أو على يعني تحليل أو يعني قيمة الكوساين اكس زائد واي. اكس ناقص واي، حصلت على الاكس ناقص واي. ممكن التابع ساين بنفس الصيغة، ممكن التابع الأس بنفس الطريقة. إلى آخره، ممكن عمليات كتير ممكن تمثل. التابع سيمبليفاي كمان بالماتلاب في عندي الامر سيمبليفاي لتبسيط الصيغ المعقده للتوابع الكسريه والمثلثيه والحصول على صيغ اخرى تكون اسهل للمعالجه في الحلول الرياضيه. كمان بنفس الطريقه بامكاني اتعامل مع التابع سيمبليفاي، ما في اي اختلاف، فقط اللي راح يختلف هي التوابع اللي عندي. خلونا نشوف كيف ممكن نتعامل مع التوابع الكسريه. هلا التوابع الكسرية تعتبر يعني موضوع جدا هام بمختلف التطبيقات الهندسية، وبالتحديد بالنظم التحكم، او مو بالتحديد، احد التطبيقات المهمة نظم التحكم المتقطعة او المستمرة لإيجاد ما يسمى بالجذور المقام وإيجاد الأقطاب والرواسب، كله بيتم بالاعتماد على التوابع الكسرية. بعض الأحيان بيكون عندي النظام اللي عندي معقد، في عندي صعوبة لإيجاد الحلول بشكل يدوي، فهون بلجأ لبرنامج الماتلاب لإيجاد هاي التطبيقات من خلال التوابع المختلفة اللي بتسمح التعامل مع التوابع الكسرية. طبعا التطبيقات أحد أشهر التطبيقات بنظم التحكم هي دراسة استقرار نظم التحكم، يعتبر من المواضيع الهامة واللي لازم يعرفها المهندس واللي فيها ضرورة للوصول فيها لنتائج دقيقة. لأنه أغلب النظم الكهربائية على سبيل المثال، نظم التحكم بمختلف أنواع المحركات، راح تعتمد على استقرار النظام بالإضافة لتصميمه من خلال تصميم البي اي دي، من خلال تصميم أنظمة
التحكم بحلقة مغلقة للاستقرار، السرعة مع تغير الحمل، تطبيقات مختلفة، كل هذا راح يعتمد على التصميم، وكل هذا راح يعتمد على دراسة الاستقرار. وبالنهاية راح نرجع للتوابع الكسرية. طبعا أنا حكيت مثال، ممكن يكون بالتخصصات المختلفة الثانية في أمثلة ثانية كتطبيقات لهذا الحكي. بيتم تعريف التوابع الكسرية كبسط ومقام. أول شيء رح نتعامل مع بالاستفادة من كسيرات الحدود، وبعدين رح نتعامل مع نفس التوابع بالاستفادة من السيمبوليك فاريبل. لو أردت تعريف تابع كسري من الشكل 2x زائد 3 على x مربع زائد 3x ناقص 5، بيتم التعامل مع هذا التابع على تعريف مصفوفة بتمثل كسير حدود البسط اللي هي 0 2 3، الصفر اللي هي أمثال الدرجة الثانية اللي هي 0، أمثال الدرجة الأولى 1، أمثال الدرجة 0 اللي هي أو أمثال يعني القيمة الثابتة الكونستانت فاليو اللي هي 3. لاحظوا حطيت القيمة أمثال متغير الدرجة الثانية 0 ليكون متجانس مع درجة كثير الحدود بالمقام، بسط ومقام. أما المصفوفة كيو راح تمثل 1 3 ناقص 5، راح تمثل قيم المقام. راح يتم تعريف نم ودين اختصار للبسط والمقام. فلو أردت إيجاد المشتق على سبيل المثال لهذا التابع البوليدار بي فاصلة كيو، مباشرة بحصل على قيمة البسط وقيمة المقام. بإمكاني بنفس الطريقة أوجد التكامل error using boolean too many output argument. تمام، هون تمام. التكامل المشتق راح يعطيني المشتق. هون في ضرورة كمان لأرجع لدراسة المشتق وتكامل التوابع الكسرية. مشتق تابع كسري هيعطيني مثل ما شفنا تابع كسري المقام، مقام التابع الكسري هو من كان عندي قبل بالدرجة من الدرجة الأولى، حصلت بالمشتق درجة ثانية والبسط، والمقام من الدرجة الثالثة أو من الدرجة الرابعة. طبعا حسب قواعد اشتقاق كثير الحدود اللي هي مشتق البسط بالمقام ناقص مشتق المقام بالبسط على مربع المقام. اما بالتكامل فهون تو ماني اوتبوت ارجيومنت، فممكن لو حطيت النم ودين، بس السؤال انه شو راح يكون عندي النتيجة. طيب خلينا نجرب هيك. تمام. في عندي ضرورة لأنه أرجع أشوف تكامل التابع الكسري كيف راح يكون نتيجته لحتى أعطي المتغير، لحتى أعطي قيم الخرج الأوتبوت مثل ما احنا شايفين. فالتكامل التابع الكسري راح يعطيني تابع كسري كمان له بسط ومقام، بس في عندي ضرورة لأرجع أشوف عفوا مشتق تابع الكسري هيعطيني كمان تابع كسري له بسط ومقام، بس التكامل ممكن يعطي صيغة مختلفة شوي. هذا السبب عم يعطي عندي خطأ. شفنا مثال على التعامل مع التابع الكسري بالاستفادة من كسيرات الحدود. طبعا مثل ما شفنا وقت قلت انه ايجاد التكامل اعطاني خطأ بسبب الاعتماد على قيم الخرج. بالاستفادة من السيمبوليك فاريبل بإمكاني اتخلص من كل هالمشاكل. فلو عرفت نفس التابع f تساوي 2 نجمة x
زائد 3 تقسيم اكس للتربيع زائد 3 اكس ناقص 5. تم تعريف التابع بالشكل المبين. لو أردت إظهاره بالصيغة الرياضية المعروفة راح يكون 2 اكس زائد 3 على اكس مربع زائد 3 اكس ناقص 5. فلو أردت إيجاد مشتق هذا التابع من خلال التابع ديف اف راح أحصل على المشتق بشكل مباشر، ومن خلال كتابة بريتي انسر راح أحصل على شكل التابع، حصلت على المشتق. أما لو أردت إيجاد تكامل هذا التابع من خلال التابع انت راح أحصل على المشتق تمام مثل ما سبق وذكرت لكم. هذا السبب اللي أعطاني خطأ التابع وقت استفدت من كثيرات الحدود، لأني بالأوتبوت أو بالخرج تبع المشتق حطيت له متغيرين variable num و din، أما خرج التابع مثل ما هو هون مبين ما بينطبق مع هذا الحكي، وبالتالي أعطاني خطأ بالمخرجات. عندي المشتق التابع الكسري هون أعطاني تابع لوغاريتمي ما داخله معادلة من الدرجة الثانية، بس بالنهاية هو تابع لوغاريتمي. ممكن من خلال التوابع expand و simplify والتابع collect اختصار الصيغ المختلفة. فعندي مثلا صيغة الاشتقاق، ممكن أوجد أفضل صيغة لها من خلال ال expand وال collect أو ال simplify مثل ما ذكرت حسب متطلبات النظام عندي راح يتم، وحسب نوع التوابع كمان عندي إمكانية لاختار الاكسباند ولا السمبليفاي ولا الكولكت. بعض الأحيان عندي ضرورة لأنه فرق كثير الحدود، عفوا لأني فرق تابع الكسري. تفريق التابع الكسري بيتم من خلال بالاستفادة من التابع ريسيديو عفوا اوكي. مثل ما شايفين الصيغة العامة للتابع بعد هي راح تكون بي اس على اي اس، اس بالمنحني بالمستوي اللابلاسي، لانه غالبا بيتم استخدام هاي الأنظمة بتحليل نظم التحكم اللي بتكون يا بمستوي زد يا بمستوي اللابلاسي. من خلال هذا التابع بإمكاننا نفرق قيمه. خلونا ناخذ مثال ونحصل على قيم الرواسب والأقطاب بالإضافة للقيم الكونستانت أو الثوابت. خلونا ناخذ مثال على لو كان عندي كسر من الشكل، تابع كسري من الشكل 5 اس للتكعيب زائد 3 اس للتربيع ناقص 2 ناقص 2 اس زائد 7 تقسيم اللي هو البسط ناقص 4 اس للتكعيب زائد 8 اس زائد 3. فلو أردت إيجاد أقطاب ورواسب هذا التابع من خلال التابع المذكور بإمكاني أعرف البسط على أنه مصفوفة ب 5 3 ناقص 2 7 راح أعرف المقام على أنه ناقص 4 عندي الدرجة الثانية 0 8 3 حصلت على البسط والمقام. بدي أحصل على القيم الرواسب الأقطاب والقيم الثابتة، وبالتالي عندي 3
variable او ثلاث يعني الاوتبوت راح يكون ثلاثه variable r b k. مصفوفه البسط، مصفوفه المقام، حصلت على القيم مثل ما شايفين ال r وال b وال k. خلونا نحط doc document residue، خلينا نشوف، ممكن نشوف الصيغ. تمام، هاي الصيغة العامة لكثير الحدود يلي بدي اعمله تفريق لقيمه او للشكل لاحصل على هاي القيمة. هاي الشكل يلي راح احصل عليه r1 على s ناقص b1 مثل ما شفنا r b k r1 b1 k r2 b2 k. مثل ما شايفين r1 على s ناقص b1، r2 على s ناقص b2، rn حسب درجة s للأس n، زائد k s. هون عندي مثال نفس المثال اللي أخذناه، بإمكاني طبعا بهالطريقة حصلت على الأقطاب والرواسب والقيمة الثابتة. بإمكاني بشكل معاكس وباستخدام نفس التابع مع الانتباه لمعطيات الخرج أحصل على الصيغة المجمعة لهذا التابع. تعرفنا اليوم على كثيرات الحدود، شفنا كيف ممكن نتعامل معها، تعرفنا على توابع مختلفة، تابع كونف لجداء وكثير حدود، تابع دي كونف لقسمة كثير حدود، تابع بولي وبولي دار وبولي فيت وبولي انت وبولي فال، والتابع روت للتعامل مع العمليات المختلفة على كثيرات الحدود. تعرفنا كمان على كيفية التعامل مع الأشكال المختلفة للتوابع، سواء تابع لوغاريتمي، تابع أسي، تابع التوابع المثلثية من خلال السيمبوليك فاريبل، من خلال المتغيرات الرمزية. شفنا كيف نوجد مشتق، كيف ممكن نوجد تكامل، كيف ممكن نحسب قيمة كثير حدود، أو كيف ممكن نحسب قيمة تابع عند قيمة ما المتغيراته، كيف ممكن نتعامل مع المشتقات الجزئية وإيجاد التكاملات، فك الأقواس، تجميع المعادلات، فك الأقواس ونشر الحدود والمعادلات من خلال تابع collect و expand ومن خلال تابع simplify. تعرفنا على التوابع الكسرية وذكرنا أهم تطبيقاتها بالنظم الهندسية، أنظمة التحكم. بإذن الله بالأسبوع الثاني رح نبلش بتحليل الدارات الكهربائية، رح ندرس دراسة الحالة المستقرة، دراسة الحالة العابرة، رح نشوف كيف ممكن نستفيد من التحليل العددي من كافة الأمور اللي ناقشناها اليوم، سواء التكاملات، المشتقات، حلول، إيجاد حل المعادلات من خلال بالاستفادة من الماتلاب. راح نشوف كيف ممكن نستفيد من كل هذا بتحليل الدارات الكهربائية بالأسبوع الثاني. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا بالدورة، بتمنى تستمتعوا بالمحتوى الأسبوع الثاني، محتوى تحليل دارات الكهربائية. نقطة مهمة بدي أشير لها، الأسبوع الثاني راح يختلف معكم شوي طبيعة دراسة المحتوى، راح يكون في ضرورة لفهم النظام، فهم الدارة الكهربائية، كيفية استنتاج المعادلات، بعدين تاخذوا الكود وتطبقوه وتكتبوه على الماتلاب، وإلا فراح يكون من الصعب الحصول على نتائج صحيحة دون فهم النظام. بإذن الله راح نكلفكم بحلقة بحث بسيطة عن بالتحليل العددي، كمان راح يكون في حلقة بحث بنظم التحكم بنهاية الدورة، راح يتم استلام حلقات البحث بنهاية الدورة إن شاء الله. حلقة البحث الأولى اللي راح تكون مطلوبة منكم الأداة MU BAD أو التول بوكس MU BAD. ننتظر شوي. تمام، هذا التول، وظيفة هذا التول التعامل مع العمليات الرياضية، مع التوابع، يعني التعامل مع الرياضيات بكافة العمليات اللي فيها.
المطلوب حلقة بحث شرح على هي الأداة بالإضافة لأهم التوابع المستخدمة فيها، كيفية التعامل معها بما لا يتجاوز 30 أو 35 صفحة. هي حلقة البحث جزء من طلاب الدورة راح يقوموا فيها. الجزء الثاني راح يقوم بحلقة البحث اللي ذكرناها، اللي هي راح تكون عن نظم التحكم بعد انتهاء الأسبوع الثالث بإذن الله. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالدرس، وشكرا كثير لحضوركم، والسلام عليكم.